حظي رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارا باستقبال من قبل رئيس جمهورية الأوروغواي السيد لويس لاكاييبو، وذلك خلال زيارات عمل يقوم بها إلى البلد الجنوب أمريكي على رأس وفد برلماني هام. وبالمناسبة أعرب رئيس الأوروغواي عن تقديره الكبير للمملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا بالمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها المملكة في محيطها الإقليمي والقاري. كان السيد الرئيس متفهما جدا للقضايا السياسية المغربية خاصة المتعلقة بالوحدة الترابية، وهناك خطة عمل إن شاء الله الرحمن الرحيم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وفي تعزيز العلاقات الثقافية كذلك، وهذا سيؤثر لا محالة على القضايا الكبرى التي ندافع عنها كمغاربة. وأعرب الرئيس الأوروغوياني عن الرغبة الأكيدة في تذليل كل العقبات التي لم تساهم في استثمار العلاقات التاريخية بين البلدين، معتبرا أن كل الظروف والمقومات متوفرة اليوم للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية في مختلف المجالات إلى أفضل المستويات. ويمكن كذلك أن يكون المغرب بوابة لمجموعة من المنتجات خاصة الحليب ومشتقات الحليب، بوابة لأوروغواي من أجل إفريقيا والعالم العربي. وخلال هذه الزيارة سيجري السيد ميارا سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين ورجال الأعمال لبحث سبل تعزيز التعاون بين الأوروغواي والمغرب على كافة المستويات.